هسه بدنا نبلش حل الأسئلة. هسه بيقول لي هون بيقول لي مثلا air that has a mass density 1.24. mass density يعني كثافة، كتلتها 1.24. flow in a pipe with a diameter 30 سنتي at mass rate for flow 3 كيلوغرام لكل سكند. طيب لو جيت أنا بالامتحان قلت لك شلت لك كلمة mass، جيت شلت لك كلمة mass، قرأت السؤال that has a mass density كذا كذا، flow diameter كذا كذا، at rate شلت كلمة mass أنا في فلو 3 كيلوغرام لكل سكند. طيب انت هسه كيف بالامتحان بدك تعرف اذا هذا الفلو هو كيو هو ماس دوت؟ ببساطة من الوحدة تبعته، الوحدة تبعته 3 كيلوغرام لكل سكند. مباشرة ما تشوف هاي الوحدة وحدة كتلة فهي ام دوت، بالتالي هاي ايش؟ ماس فلو ريت. بقول لك از ذا مين فيلوسيتي، يعني بده الفيلوسيتي، تمام، بده الديسشارج. شو انا بدي المعطيات عندي؟ عندي الكثافة 1.24، معطيني الديميتر 0.3 سنتي متر، معطيني ماس فلو ريت بساوي 3 كيلوغرام كل سكند. طالب مني ايش؟ طالب مني الديسشارج، الفيلوسيتي والديسشارج. شو الديسشارج؟ كان مقصود فيها كيو، مقصود فيها كيو. ببساطة ببساطة المعطى عندي دوت، دوت شو بساوي؟ او كيو او بساوي دوت بساوي او اريا في الفيلوسيتي، او بيساوي الماس. طيب طلب مني تايم اشي؟ تقول لي لا. طلب مني ماس اشي؟ تقول لي لا. طلب القانون ما بديش اياه. هون طلب مني كيو، بتقول لي اه. شو بحط؟ كان ام دوت 3، شو مكان رو بحط؟ 1.24 كيو، هاي كيو، كيو خلصت. تمام الام دوت هون، ام دوت هون كم؟ 3. رو كم؟ 1.24. اريا كم؟ باي على 4 في بوينت 3 تربيع. بدي الفيلوسيتي، شو ظل الفيلوسيتي؟ هيك بكون السؤال انتهى، هيك بكون السؤال انتهى. طب في حل غير هيك؟ بقول لك اه. شو الحل؟ انا طلعت كيو من هون، بتقول لي اه. بقول لك كيو شو هي؟ اريا في فيلوسيتي. كيو اللي طلعتها من هون طلع من خلالها الفيلوسيتي لأنه الأريا معي، بس هاي ها دوت رو كيو، فثلاث في واحد بوثنين أربعة عطتني كيو، بعدين الفيلوسيتي تساوي الكيو على الأريا لأنه الكيو بتساوي الأريا. بس نشوف هذا السؤال. هذا السؤال water flow، water flow عند channel has the slope 30، the velocity is assumed to be constant، متها 12 متر لكل سكند، بقول لي الارتفاع 60، يوجد discharge per meter width، discharge per meter width. أنا بعرف كيو عبارة عن متر تكعيب لكل سكند، بتكون في حالة إذا كان معي velocity و area. طب أنا هسه معي velocity طول، معيش العرض، الأريا شو هي؟ في حال كان مستطيل بكون ألف W، أنا الويدث مش معي، فبالتالي إذا بدي أحسب بحسب الكيو لأنه هو عبارة عن كيو بس مش بوحدة متر تكعيب لكل سكند، وحدة متر تكعيب لكل سكند بير ويدث، تكون بالعادة وحدتها متر تربيع لكل سكند، متر تربيع لكل سكند. هاي شو بقدر شو بيختلف عند الحل ولا ايش؟ هو شو بده؟ طلب من الكيو قديش الفيلوسيتي؟ الفي 12، الاريا، الاريا معطيني الارتفاع 60 بس مش معطيني الدبليو، فخليها بدلالة الدبليو، بالتالي الكيو تساوي فيلوسيتي 12 بالاريا، الاريا كم؟ هي البوينت 6 ربي في الدبليو، الدبليو مش معي فخليتها انا برمز. بس هذا لحاله كافي؟ بقول لك لا. بتقول لي ليش؟ انا لما شرحت لك شرحت لك كان زي هيك، عندي مقطع دائري وعندي سرعه هيك بتفوت هيك الانبوب عندي، يعني السرعه لامتداد الانبوب هون بالشكل هذا. بقول لك لا، بقول لك الشكل عندك هيك مائل، عندك السرعه بهذا الاتجاه، اما الاريا بالاتجاه، يعني شو في زاويه بينهم؟ في زاويه بينهم كم؟ 30. فبالتالي شو بعمل؟ بضرب كوساين 30، دائما لما يعطيني الزاوية عن الأرض باخذها كوساين، بالتالي هاي هي الكيو، هي الكيو. يشوف الحل، هاي يشوف الزاوية بعطيك السرعة هيك، الأريا هيك، زاوية كم بينهم؟ 30، فبضرب كوساين 30، هاي هي إيش؟ الفيلوسيتي بتكون 12 كوساين 30، وشو شو الارتفاع أو الأريا؟ 0.6 لأنه بالسنتي.
بدنا نركز ملاحظة إنه أنا الفلو لازم يكون باتجاه السرعة، طبعا كيف؟ بوينت 12 كوساين 30 هاي الفيلوسيتي والأريا بوينت 6 فير ويدث، فير ويدث تمام. السؤال قل لي the water velocity in the channel shown the combining figure has a distribution across the vertical cross section equal 2 على U max بتساوي Y على D قوة نص تمام. What is the discharge in the channel if the water is 2 متر D يعني ارتفاع المي كام ال D channel عرضها 5 سرعة maximum velocity 3 تمام. شو المعطيات عندي؟ اعطيني U U max شو بدها تساوي؟ I D قوة نص تمام. أول شيء بدي أعرف شغلة، أنا المي عندي هيك هيك اتجاه السرعة تبعتها تمام، السرعة عندي هيك، كل ما زاد الارتفاع بتزيد السرعة، كل ما زاد الارتفاع بتزيد السرعة، بالتالي أنا اللي هاي السرعة بدلالة Y، الدي مالها؟ دي ثابتة، دي ثابتة، كم؟ 2 متر، فبالتالي واليو ماكس معي كم؟ يو ماكسيمم فيلوسيتي 3، حكيت لك أصلا بالشرح، بتاخد دائما الأفرج، فبالتالي يو بتساوي يو ماكس اللي هي 3 واي مجهولة دي مالها 2 قوة نص. بس هذا الفيلوسيتي أنا قاعد بحسب الاقتران، لما أحسب الاقتران أنا زي كأني بدرس شكل. بس هاي الشانل عندي زي هيك دي مبين معي إنه هاي 2 مبين معي الشكل واي، شكل واي كل ما أطلع من هون في عندي واي. شو عرض الشانل؟ الشانل أريا عرضها هي عبارة عن 5. بالتالي إذا بأخذ مقطع بأخذ مقطع وليكن تالي المقطع هيك المقطع بدي أخذه إيش؟ بدي أحسب لواي، فهاي المسافة الصغيرة شو اسمها؟ اسمها دي واي. المسافة الأفقية إيش؟ 5. هذا الإشي إيش اسمه؟ أريا، مش أريا اسمها دي أريا. دي أريا إيش بتساوي؟ 5 دي y. فبالتالي هسه شو بدي اعمل؟ بدي اوجد انا كيو، بدي اوجد الكيو. كيو شو حكيت لك قانونه؟ تكامل من صفر ل r. r المقصود فيها انه ابعد مسافه، هي مساحه الشكل، الارتفاع الشكل كامل قديش؟ d. قديش d؟ 2. في ايش؟ في velocity. شو قانون velocity؟ 3 في y على 2 قوه نص. ضرب في d a. شو d a؟ 5 d y. خليت بدلالة دي اي بتصير واي كانها ثابت، طب كم قيمتها؟ بعرفش، عشان هيك خليت دي اي بدلالة دي واي، وكامل هذا بيطلع معك كيو رقم تمام. هيو كيو دي اي احنا بنعرف دائما الكيو الفيلوسيتي في الاريا، فيلوسيتي يو فيلوسيتي يو اريا دي اي، فبالتالي كيو هي تكامل من صفر لدي. ليش من دي؟ ارتفاع دي ارتفاع الاقتران كامل، كيو في دي اي، فعمل التكامل واموري خلصت تمام. هذا السؤال نفس الفكره، بقول لي السكشن اي اي 18 ذا فيرتيكال ديبث واي، بقول لي ذا السكشن عرضه 4 السكشن عرضه 30 وارتفاعه 4 بوجد الكيو، الكيو شو بتساوي؟ فيلوسيتي في الاريا، الفيلوسيتي كم؟ 18، الاريا كم؟ 4 على 30 تمام. الفيلوسيتي هيك اريا هيك مدياتها بعض بزاوية 30، فبضرب كوساين 30 طبعا هذا الناتج في اف اس، يعني في التكعيب بكل سكند. هذا السؤال the rectangular channel is 1.5 متر وايد، شو يعني 1.5 متر وايد؟ يعني لجوا جوا عرضها 1.5 تمام. يعطيني function u بدلالة y وثلث، ارتفاع الشكل كامل هيك 1. كيف ارتفاع الشكل؟ كيف الاقتران عندي؟ يعطيني الأوريجين بهذا الشكل مائل، لهذا الواحد لازم تكون عندي هيك. كم بدها تكون؟ دائما مسافة عمودية مسافة مائلة، مسافة تكون أصغر من هاي، بيني معك إنه هاي أصغر من هاي أكبر من هاي، فشو بعمل؟ بضرب كوساين 30، هاي قديش؟ 1 كوساين 30 تمام. فبالتالي يلا ارتفاع الشكل كامل 1 كوساين 30، الاقتران يو العرض 1.5، بالتالي دي
اي دي اي تساوي كم؟ 1.5 دي واي. ليش؟ دي اي هي العرض في الارتفاع اللي انا بدي اياه. شو بدي الارتفاع؟ دي واي. يلا عمل كيو تساوي كامل صفر واحد كوساين 30 ارتفاع الشكل. ارتفاع الشكل بالنسبة للواي اللي عندي، الواي عندي مائلة فباخذ المائلة. لو الواي عندي هيك مستقيمة فباخذ الواحد زي ما هي. كوساين 30 فيلوسيتي كم الفيلوسيتي؟ واي قوة ثلث من دي اي 1.5 دي واي. بتطلع معي قيمة دي واي، بتطلع معي قيمة كيو. سؤال هذا يقول لي أن إريك كرافت إنجن تست انكبب البروفايدنج فلو ريت وذ 200 كيلوغرام كل سكند. قال لي فلو ريت، ما قال ليش ماس. من النص الوحدة عرفت إنه ماس. فيلوسيتي ثرو ذا داكت إز تو بي 240 متر لكل سكند. بيقول لي أوجد الميتر إذا الرو كذا. طيب أعطيني رو. بوند 683 كيلوغرام كل متر مكعب. ومعطيني الفيلوسيتي 240 متر لكل سكند. كم تبع الوحدات؟ شو معطيني كمان؟ معطيني الام دوت 200 كيلوغرام لكل سكند. هذا كيلوغرام كيلوغرام فيش داعي تحول. سكند سكند فيش داعي تحول. متر متر فيش داعي تحول شيء. الام دوت شو بيساوي؟ هنا بيساوي رو في كيو. او بحكي لي كيو بحكي اي في في. يلا الام دوت كم؟ 200. الرو كم؟ بوند 683. الاريا كم؟ دائرة 4 ديمتر تربيع. مجهول الديمتر بده اياه. الفلوسيتي كم؟ 240. طلع الديمتر طلع معك 1.25 متر. تمام، هذا الفيديو بوقف لهون. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون هو اخر فيديو للتشابتر هذا، راح يحكي لي عن كنترول فوليوم ابوال. في راح يكون سؤال سؤالين 3 4 5 6 7 8 اسئله، راح يكون عليه 10 اسئله ان شاء الله. يعطيكم العافيه.